هادية عشر مشاهدين، لدينا نابولي لديه 28 نقطة. أسبوع من الدوري الإيطالي، كرة في الجهة اليمنى عن طريق ماجو الذي يأتي من خلالها. الله، هذه بداية، فإن أجدد لاعب هو ألين لأنه يلعب ثالث موسمه، وهنا لدينا كرة أرضية وكبروا وراحوا المدارس ووصلوا الصف الرابع ولا زال يلعب في ساو باولو. إنه الكرة الماضية بالنسبة لألين فيها شك، لكن هنا لدينا كرة جول لكنها أبعد. تحرك بصورة إيجابية، تراه وتجد بأن لديه شغف التسجيل في مباراة اليوم. هنا لدينا إنسيني، يا سلام إنسيني، حتى الآن ميرتنز غير حاضر في هذه المباراة. هنا الله الله على لمسة ممتعة جدا عن طريق ميرتنز إلى أمسك ليعادل أهداف مارادونا. بطبيعة الحال ليس بمهاجم، لكن ما فعله. هنا لدينا جول جول جول، هامسك، نقلات موجودة أمامية، التدخل يأتي من باولو، بعد ذلك عادت كالي خون يسدد لكنها إلى حارس. أول مباراة مع نابولي، كرة في الجهة اليمنى خطيرة، مرت وصلت، الله، عاد الكل ينتظر يقول لك يلا، عاد يتعثر نابولي. لدينا الكرة على القائم الأول، الله، هذا كيف يتعثر، هذا كيف يوقف، هذا كيف ما يسجل عن طريق إنسيني للسلام. إنسيني، ما الله 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 على كرة إنسيني، التمريرة الممتازة لهامسك، لكن التصدي. اسألوا مشجع لنابولي، وهو مشجع كبير في السن، كبير في السن، لكن لدينا كرة غاية في الخطورة. نابولي كلهم متجمعين، مشوا ما ركضوا ولا هنا لدينا تسديدة من إنسيني، تصدي رائع من أندريا كونسيلي. مش سعيد لأن ما حدث في الشوط الأول يجعل أي مدرب غير سعيد. الكرة العرضية عالية، البيول سجل، وهذا شلون ما يسجل من إنسيني، وخطر خطر هذا الخطأ، الله، تحولت إلى ركلة زاوية. الكرة الآن في الجهة اليسرى أمامية، تصطد إلى خارج أرضية، وهذول الاثنين لا غنى عنهم، كل واحد بالفعل يكمل الآخر. تسديدة إنسيني لازالت مستمرة، وثلاثة أهداف لواحد، يأتي هدف رابع مثلا. لدينا فوزي غلام يسدد قوية جدا، لمحة فنية كانت حاضرة، ولدينا كرة وتسديدة، الله، بالفعل هو نابولي. هنا لدينا ميرتنز، مر عدى، الله، معذور من يقع في حب نابولي وصافرة النهاية والعودة بفارق.